اللي درستها من 24/12/2013. يعطيكم العافية. شلون فيك بدي احكولي بس شو الوضع بالرستان؟ شلون عايشين؟ شلون عم تدبروا اموركم؟ قصر، كلها قصر، كل نهار بتجي المي تضرب علينا 3-4 صواري وغالي. هلا مثل ما انا شايف اليوم مشمش. بتثلج، بتشتي، برد، ما في مازوت، المازوت غالي، الغاز، كل شيء غالي هون، اسعار بالنار. يوم تجينا المي، يوم بنزلوا علينا من كتيبة الهندسة قصف، كل مناطق. يعني المشرفة. كتبت المشفى هلكتنا كمان هلاك وعندنا شهداء، ما في دواء، ما في شيء. عم تقدروا انتم تداوهم؟ طيب شيء في ادويه بالرصاص؟ ما في ادويه كافيه، ما نقدر نطالعهم لبرا كمان، ما في باي شكل. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب انتم بظل هذا الحصار الكبير الصاير على الرصاص والاسعار غاليه وحصب مستمر، انتم شو اكثر شيء محتاجينه وشو بتحبوا تطلبوا؟ محتاج، ما في شيء الا ما انا محتاجينه. محتاجين مازوت، بدنا غاز، ما في شيء عندنا نتدفى عليه، يعني بدنا اسعافات، بدنا شغله، بدنا عمله، ما في شيء اي شكل. طيب شو بتحب توجهوا كلمة للعالم اللي عم يتفرج مع الشيء اللي عم يصير عندنا هون بالرستن والقصف اللي عم يصير والشهداء؟ طيب انتم شو بتحبوا توجهوا كلمة للعالم الساكتة والصامتة هذا الشيء؟ ليش ضل نتمنى انه يفوتوا يتدخلوا ويحلوا لنا كل هالشغلة، يعني حلوها عادين حاجة. قصف ودمار، صرنا 3 سنين بلجين فينا قصف، ما ضل عندنا اخ، ما تمنا اخواتنا، ما ضل عندنا حدا، يعني ما ضل شيء. اسعار غالية، كله غالي، ما في شيء يعني مثل اول. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل من هالكلب بشار، الله لا يوفقه ان شاء الله. امين. يعطيكم العافيه. السلام عليكم. هذه قرصه 24/12/2013.